عندي ولد خويا ضربته طوموبيل امس على الستة، من الستة جبناه للسبيطار، بعثونا خرجنا لبرا درنا له راديوات بالصوارد ورجعناه لهنا، قالوا يصوم باش غدوة الصباح يشق. من الصباح ونحن قاعدين نستنوا هو صايم، قلت فيه العطش يتفغم باش يموت، يتفغم باش يموت، قلت فيه العطش. يا ولادي كيفاش؟ اصبروا تنعيطوا على الطبيب، اصبروا تجيك من الطبيب، اصبروا تجيك من الطبيب، لا كان لا طبيب لا والو، يقول لك الطبيب تاع الشق كاين، تاع تخدير ما كاينش، الذري هام يطيشوا في السبيطار رايحين يموت. جبنا الذري ولادنا هنا بعد الاجراءات، بعد التحاليل وبعد اللي راديو تاعو، ظهر باللي عنده كسر في رجله، واحد كسر في يده. العملية موجود الطبيب تاع العملية، لكن تاع التخدير غير موجود. الاجراء وش الحل تاع السبيطار؟ اصبر صابرين من البارح الابناء تاعنا. واحد ماكله نستنوا في الاوبيراسيون، اليوم قال لك لا ما كانش تاع التخدير. ولايه كامله ما كانش فيها طبيب تاع تخدير. انا واحد من اولياء الاطفال اللي هضر عليهم اخونا من قبل، واحد منهم طاح تكسر من ذراعه، جبناهم هنا دارونا في الليل، درنا لي راديو تاعنا، حتى لي راديو درناهم من برا، لقيناه من بان قعدت في العملية، عملية تاع 4 ساعة ولا 9 ساعة من الزمان، من البارح للضركة ونحن نستنوا، ما كان والو، طبيب اللي بالشق ليهم كاين، الطبيب تاع التخدير ما كانش، عندنا فرد واحد بصح تبصري من بكري تعاني من الأمر هذا تاع أنها ما عندهاش طبيب تاع تخدير، ما عندناش، عندنا فرد واحد، حتى ما قالوا لنا والو، قال لك اصبر 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 اصبر، بعد قال لك نديك نبعثك العنابة، قلت له يا أخي ما تبعثنيش العنابة. لا ما نديش ولدي العنابة، عندي مستشفى تاعي هنا كبيرة ولاباس عليها وما يخصها حتى شيء، جيبوا لها الماتريال وجيبوا لها الطب والاخصائيين، عندنا تبسة فيها مستشفيات وفيها كلش، خاصنا الماتريال وخاصنا الاخصائيين في جميع المجالات، خاصة الأطباء تاع التخدير. عندنا فرد واحد يتعب هو تحبس تبسة، هذا واش نطلبوا نحن؟